يا ترى سمعتوا على الابراج الصينيه؟ طب ايه حكايتها وجت منين وايه علاقتها بالفلك؟ ولو عايز تعرف برجك الصيني اتفرج على الحلقه دي من تعالوا نتكلم فلك. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقتنا النهارده من تعالوا نتكلم فلك، وحلقتنا النهارده عن الابراج الصينيه. الابراج الصينيه قمريه شمسيه وعددهم 12 برج. كل الابراج الصينيه عباره عن حيوانات وكل حيوان بيمثل سنه. الصينيين بيسموا كل سنه من السنوات باسم حيوان، وبيتصف الشخص المولود في السنه دي بالصفات والطباع الايجابيه لنفس حيوان السنه دي. يعني حضرتك برجك في الابراج الصينيه مش باليوم اللي اتولدت فيه ولا بالشهر اللي اتولدت فيه، ولكن برجك الصيني بالسنه اللي انت اتولدت فيها. وكمان السنه الصينيه مش بتبدا يوم 1 يناير، انما بدايتها بتختلف كل سنه ميلاديه في يوم في الفتره من 21 يناير لغايه 20 فبراير. يعني ممكن تكون بداية السنة الصينية في أي يوم من الأيام دي، وده اللي هنعرفه ونفهمه حالا لما نفصل ونعرف أصل وقصة الأبراج الصينية جت منين. وغير كده كمان التقويم والأبراج الصينية مرتبط بعناصر الخلق والتكوين الأولية حسب اعتقادهم: الحديد، الأرض، النار، الخشب، المية. وعشان كده بتتكرر دورة الأبراج الصينية كل 60 سنة، 12 برج في 5 صفات ب60 سنة. يعني مثلا لو برج الفار هتلاقي 5 سنوات لبرج الفار: الفار المعدني والفار المائي والفار الارضي والفار الخشبي والفار الناري. او مثلا لو برج الحصان هتلاقي الحصان المعدني والحصان المائي، الحصان الارضي، الحصان الخشبي والحصان الناري. تعالوا بقى نعرف قصة وتواريخ الابراج الصينية، وممكن توقف الفيديو عند التواريخ عشان تعرف برجك الصيني، وكمان عشان تعمل اشتراك في القناة وتدوس لايك وتشير الفيديو. قصة الأبراج الصينية بتقول إن الإمبراطور الصيني القديم جيد كان عايز يعمل تقويم، وطلب من الشعب الصيني إن يساعدوه بأفكار، ولكنه في النهاية اهتدى لعمل فكرة التقويم اللي بيتكرر كل 12 سنة زي ما قلنا، وكمان بياخد دورة كل 60 سنة. إمبراطور دعا الحيوانات كلها عشان يعملوا مسابقة كبيرة بيسموها ذا جريت ريس، وقال إنه هيسمي السنوات بترتيب وصول أول 12 حيوان في السباق ده. الحيوانات كلها عرفت الخبر وطلب الإمبراطور، وكان عندهم حماس شديد جدا، وكان في السبأ ده لازم تعدي فيه نهر كبير. القط والفار للأسف ما كانوش بيعرفوا يعوموا، ولكن استغلوا ذكائهم في المشاركة. راحوا هما الاتنين طلبوا من الطور ان يشيلهم على ظهره وهو بيعدي النهر. طبعا الطور بطيبة قلبه وتهوره واندفاعه وافق وخد القط والفار على ظهره. وهما في نص النهر الفار عمل خدعة في القطة، شدها من ديلها فوقعت في المية في نص النهر، ومن هنا جت العداوة بين القط والفار ده حسب الأسطورة الصينية. المهم السباق بدأ، ولما الطور قرب من الشط وقرب يعبر النهر، الفار بذكائه ودهائه نط قبله وخطف المركز الأول في مسابقة البروج الصينية. وبكده يبقى أول برج في الأبراج الصينية هو برج الفار. وصفات مواليد البرج ده هي الطيبة، إنه بيحبوا الحياة جدا والطبيعة. ولو أنت اتولدت في سنة من السنين دي يبقى أنت برجك في الأبراج الصينية برج الفار. بعد كده بيجي الطور، ما زعلش باللي حصل وكمل الكام خطوه اللي فاضل له ووصل الشط وحصل على المركز الثاني. ومواليد برج الطور الصيني الاندفاع والنشاط وبعض التشاؤم، ودي السنوات بتاعته. بعد الطور كان النمر الشرس المتسلط، وصل ثالث واحد وراح يشرح للامبراطور ازاي انه تعب في صد الامواج والسخون لغايه ما وصل، واصبح ترتيب البرج الثالث في الابراج الصينيه هو النمر. وصفات مواليد البرج ده هي حب الحياه والحريه والتحرر والحذر الشديد، والسنوات بتاعته هي دي. بعد كده الامبراطور سمع صوت ضعيف جدا جاي ينهج، وبين عليه الخوف والرعب والارتعاش، وكان لغرابة الاسطورة انه كان مستخبي وبيتحمي في النمر. والحيوان الرابع ده كان هو الارنب، وهو ده البرج الرابع في الابراج الصينية. وصفات مواليد برج الارنب الصيني هي العناد والتأمل، ودي السنوات بتاعته. الخامس في السبق كان طائر التنين المجنح، ولما سألوا الامبراطور انه ازاي ما وصلش في المركز الاول رغم انه بيطير، قال له انه كان مشغول بمراقبة الحيوانات اللي بتعوم في المية ومشاهدة الامواج، وحصل التنين على ترتيب البرج الخامس في الابراج الصينية. وصفات مواليد البرج ده هي الحلم والتأني والتسرع، ودي السنوات برج التنين الصيني. او التعبان انسحبت في انسكاب وخدت المركز رقم 6، وفسرت تأخيرها بانها كانت بتتبع الحكمة في تفادي الامواج. والحكمة هي صفات مواليد البرج الصيني ده، ودي السنوات بتاعتها. وصل بعد كده الحصان بصوته المعروف وصهيله المجلجل للمركز السابع،
وكان متفاخر قوي بوصوله المركز ده، وفسر تأخيره للإمبراطور بأنه كان معجب بمدح الحيوانات لشكله ورشاقته في المشي. ومن صفات مواليد برج الحصان الصيني هي الفضول والسرسارة. ولو انت اتولدت في سنة من السنوات دي يبقى انت برجك الصيني هو برج الحصان. المهم ما عداش وقت كبير بعد وصول الحصان، وبص الجميع لقوا المعزة اللي كانت عمالة تقوم وتقع وتقع وتقوم، ولكن بإصرارها وصلت وبقت في الترتيب الثامن. وعشان كده البرج الثامن في الأبراج الصينية هو برج المعزة. وصفات مواليد البرج ده هو التفاؤل ومراعاة مشاعر الآخرين والحساسية المفرطة، ودي السنوات بتاع برج المعزة الصيني. القرد خد المركز التاسع بعد ما كان كل ما يقفز على صخرة يرجع على الشط تاني ويقفز عليها هي مرة تانية عشان تبقى أعلى من مرة اللي قبلها، وضيع الوقت كتير في الجري والتنطيط. وعشان كده برج التاسع في الأبراج الصينية هو القرد، وصفاته المغامرة والمرح. وأصحاب برج القرد الصيني اللي اتولدوا في السنوات دي، الديك كان الطائر الثاني من بين الحيوانات في الأبراج الصينية اللي نجح انه يوصل ويعدي النهر طيران وبدون سباحة، وحصل الديك على المركز العاشر. واللي أخره هو إعجابه بنفسه وجمال ريشه ومنقاره وعرفه الأحمر، وإنه كان واقف على الشط بيقدر الحيوانات اللي قبليه على الطريق. وصفات البرج ده الغرور والنظام، وسنوات برج الديك هي السنوات دي. البرج الصيني 11 كان من نصيب الكلب، ورغم انه سباح ماهر وشاطر جدا في العوم الا انه عين نفسه حارس على بقيه زملائه الحيوانات، واستنى عشان يطمن عليهم واحد واحد وهم بيعدوا، وكمان كان بيستمتع ومسترخي جدا في الميه. وصفات مواليد البرج ده الصينيه هي السلام والامانه والوفاء والاهتمام بشؤون الاخرين، ودي سنوات ميلاد برج الكلب الصيني. اخر برج صيني او البرج ال 12 كان هو الخنزير اللي قعد على الشط ياكل لانه كان جعان جدا، وكان خايف يعدي النهر وهو جعان، ولكنه كان ومدى بطنه جدا، وعشان كده بقى تقيل واتاخر وحصل على المركز الاخير في برج ابراج الصينيه. صفات مواليد البرج ده طيبه القلب والثقافه والجهد في العمل والصدق والاخلاص. ودي السنوات الخاصه ببرج الخنزير. وفي النهايه اسيب لحضراتكم الجدول ده اللي فيه كل التواريخ الابراج الصينيه اللي مش مشهوره قوي زي الابراج الثانيه، واللي كنا عملنا عليه حلقات في تعاون اتكلم فلك. وقف الفيديو وبص على برجك وبرج حبايبك واصحابك. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من تعاون اتكلم فلك. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه وعمل لايك. اشكركم على المتابعه والى اللقاء.